هيحصل في مباراه مصر ضد تونس بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء بتوقيت القاهره، وفي المقابل هتواجه الجزائر منتخب قطر برضو بكره ان شاء الله ولكن في التاسعه مساء بتوقيت القاهره. يمكن اللجنه المنظمه لبطوله كاس العرب اكدت انه في اقبال كبير جدا من الحضور، جماهير كثيره جدا هتكون حاضره لمباراتي الدور نصف النهائي، وقالت ان تذاكر الماتشين نفذ منهم 99%، وقالت كمان ان في حوالي من 60 الى 70% من تذاكر مباراه النهائي تم بيعها قبل حتى معرفه الفرق اللي هتخوض هذه المباراه النهائيه اللي ان شاء الله هتقام يوم 18 من ديسمبر الجاري. اقبال كبير جدا فعلا على متابعه فعاليات هذه البطوله، والحقيقه في شغل هايل معمول هناك، الاستاد حاجه عظيمه جدا اللي بتلعب عليه المباريات، الحضور الجماهيري وان انت تبقي سامعه الجماهير وشايفاها.